حلقة اليوم راح نتكلم عن حركة فن الجوثيك، تأثيرها في بناء الكنائس في أوروبا وأمريكا. أيضا راح نتكلم عن الأماكن السياحية التاريخية في مدينة ميلان. إذا عجبك محتوى القناة ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك تنبيه عند وضع الحلقات. بدأ انتشار حركة فن الجوثيك في عام 1740 في إنجلترا، ولكن البداية الحقيقية كانت في فرنسا في عام 1140 في باريس، بالتحديد من خلال كنيسة باسيلكا سانت دينيس، واللي تمثل بدايات هذه الحركة في البناء. واللي معروف عن فن الجوثيك بأن يعتمد على الاهتمام بالموت، كل شيء له علاقة بالموت، لهذا فهذا الفن يعتبر ظلامي كثيرا، بل ويعتبر من أكثر الفنون كآبة. وفي أوروبا انتشرت الكنائس المعتمدة على هذا الفن بشكل كبير، ومن أشهر هذه الكنائس لدومو في ميلان وفلورنس كنيسة برشلونة، ونقل الأوروبيين هذا الفن للقارة الأمريكية. فأشهر هذه الكنائس هي كنيسة نوتردام في مونتريال القديمة، والكنيسة بنيت في 1824 وهي للمذهب الروماني الكاثوليكي، وساهم في بنائها جيمس أودنيل القسيس ذو الأصول الإيرلندية، وهو من اقترح اعتماد فن الجوثيك في بناء الكنيسة، وهو فن منتشر كثيرا في أوروبا في ذلك الوقت. تم الانتهاء من العمل على الكنيسة في عام 1829، واستمر تطوير الكنيسة حتى عام 1843، حيث تم الانتهاء من الغرف الداخلية والأبراج المختلفة. الكنيسة اعتبرت الأكبر في أمريكا الشمالية خلال أول 50 سنة من بنائها، وحاليا تعتبر الأشهر في القارة. في 7 ديسمبر من عام 1978 تعرضت الكنيسة لحريق دمر جزء منها، وعيد بعد ذلك بناء الغرف المتأثرة وإضافة لما دمر من مجموعة من الصور والمنحوتات. 31 مايو من عام 2000 شهدت الكنيسة جنازة الفنان الكندي روكيت ريتشارد، والتي تعتبر الأضخم في مونتريال، وأيضا زواج الفنانة الكندية سيلين ديون في عام 1994. بالنسبة لزيارة الكنيسة، فالدخول للكنيسة يكلف 5 دولارات كندية، وأسبوعيا يوم الأحد يكون هناك عرض بالأنوار، تكلف التذكرة للدخول لهذا العرض 10 دولار كندي. أما في أوروبا، ومن أشهر ما بني من الكنائس واللي استخدم هذا الفن هو كاتدرائية دومو في ميلان، والكثير من منزار ميلان عندما يتكلم عن دومو يشير إلى السوق الذي على يسار الكاتدرائية. تقريبا كل من أعرفه زار المنطقة لم يدخل البيازا دومو، بل تمشى فقط في السوق اعتقادا من بأن هذه هي دومو. دومو هي ثالث أكبر كاتدرائية في أوروبا، تكبرها سانت بيتر في روما كاتدرائية أشبيليا، وهي متواجدة ضمن البازا ديل دومو، تعتمد بشكل أساسي على فن الجوثيك. تم بناء دومو في عام 1391 واستمر البناء لمدة 500 عام، بل وهناك إنشاءات تقام حتى اليوم لتطوير الكاتدرائية، وآخر ما أعلن عنه كان في عام 2002 واستمر العمل فيها لمدة 5 سنوات. في بدايتها لم تكن تحتوي كثيرا على الرخام، ولكن أضيف إليها مع الوقت. تم زيادة تماثيل الجوثيك كثيرا بعد الانتهاء من العمل عليه، وقد أمر بإنشاء الكاتدرائية القس أنطونيو دالا سازو بأمر من حاكم ميلان، وتوقف العمل في الكاتدرائية في عام 1418 لفترة طويلة بسبب مشاكل سياسية ومادية بحتة، وكان العمل عليها يكون متقطع. ولكن في القرن 19 أعاد العمل عليها نابليون، وأمر بإنهائها عندما توج نفسه ملكا على إيطاليا في عام 1805. المبنى في الخارج يحتوي على 3500 تمثال كلها مختلفة، لا يوجد تمثالين متشابهين، وأقدم هذه التماثيل بني في عام 1386، وهناك 5 أبواب برونزية للدخول الكاتدرائية، ساهم بتصميمها فنانون مختلفون خلال 5 قرون التي مرت على العمل بالكاتدرائية. داخل الكاتدرائية تلاحظ وجود 52 عمود متواجدة في 5 طرق، وتمثل 52 عدد أيام الأسبوع في السنة الواحدة، ويتميز السقف بوجود منحوتات مختلفة تمثل مراحل مختلفة من الموت حسب عقيدتهم. المنطقة يسار دومو هي السوق المبني بشكل مبهر، وتسمى هذه المنطقة بالجاليريا فيتورنيو إيمانويل الثاني، نسبة لأول ملك إيطاليا. تم تصميم الجاليريا في عام 1861 من خلال المصمم الإيطالي جوزيبي مونوغلي، والانتهاء منها في عام 1877، ويمثل سقف الجاليريا قارات العالم القديمة،
وتجتمع في الوسط لتشكل لوحة فنية مبهرة ورائعة. المحلات في الجاليريا تتنوع بين محلات من الذهب والألبسة حتى محلات الوجبات السريعة. وطبعا خلال زيارتك لا تنسى تذوق الجيلاتو الإيطالي الرائع. شخصيا جربت الجيلاتو بالقهوة وكان أفضل ما تذوقت في حياتي. بالاتجاه يسارا داخل الجاليريا تخرج لمنطقة قريبة من تياترو الاسكالا، وهي حاليا متحف خاص بالعروض الموسيقية، وهو مسرح أنشئ في عام 1778. واعتقد ما لم يلاحظه الكثير خلال زيارة دوومو والجاليريا هو عند الخروج من الجاليريا يسارا تلاحظ وجود تمثال ضخم ليوناردو دافنشي. التمثال الغريب فيه ان ليوناردو يلبس ملابس عربية وحوله تماثيل صغيرة لتلاميذه، وسبب لبس ليوناردو دافنشي للملابس العربية هو تكريم من مصمم التمثال ليوناردو، حيث كانت الملابس العربية في تلك الفترة هي دليل رقي وثقافة، ومن يلبسها فهو وصل لأعلى مراكز العلم. مدينة ميلان تعتز بليوناردو كثيرا وتعتبره فنانها الأول، رغم أن أصوله غير ميلانية، ولكن وجود لوحة العشاء الأخير في ميلان هي بمثابة وجود الموناليزا في اللوفر. أتيح لي سابقا زيارة ميلان بأكثر من مناسبة وزيارة لوحة العشاء الأخير. المشكلة كانت الحصول على تذكرة الدخول لمكان اللوحة، ولأن التخطيط لهذه الرحلة كان متأخر فكان من الصعب الحصول على التذكرة مباشرة، ولكن ببحث بسيط في الإنترنت وجدت رحلة كاملة لمدة 4 ساعات تزور فيها قصر ميلان وتياترو ميلان وأخيرا لوحة العشاء الأخير. قصر ميلان واللي يسمى بسفورسا ميلان أنشأ في القرن 14، ولكن تم إكماله عن طريق فرانشيسكو فورسا في عام 1450، ويشتهر بالسقف اللي يحتوي على رسمة ليوناردو دافنشي وهي سالا ديلا آسي. بعد هزيمة ماسميليانو فورسا على يد الفرنسيين في عام 1515 سكن القصر ملك سويسرا وتبعه ملك فرنسا، وتم تطوير القصر في القرن 15 و16 على يد غير الإيطاليين من الفرنسيين والأسبان، ولكن القصر عاد ليد الإيطاليين من جديد. تم إعادة بناء أجزاء منه تدمرت على أثر الحرب العالمية وإنشاء نصب للملك الإيطالي أمبرتو الأول. في الحرب العالمية الثانية تعرض القصر لتدمير كبير، وتحديدا في عام 1943، وبعد الحرب تم تحديث القصر بحيث أصبح متحف لتاريخ ملوك ميلان. ويحتوي القصر على كنوز من التحف الفنية من لوحات وتماثيل من تصميم أعظم فناني العالم، مثل آخر تمثال صممه مايكل أنجلو. أما عن تياترو ألا سكالا وهو عبارة عن مسرح تاريخي قريب من أدوومو، ويعتبر التياترو من أشهر دور الأوبرا في العالم. تم إنشاءه في عام 1778 كما قلنا، والتحديد في 3 أغسطس، وشهد المسرح في 200 عام وقوف أشهر فناني ميلان والعالم على خشبته، ولهذا يعتبر من أهم الأماكن الفنية في ميلان. حاليا يعتبر المسرح هو بيت لأهم فرق الباليه في العالم، وهي لاسكالا باليه وفرقة لاسكالا أوركسترا، واللي شاهدت تدريب من تدريباتها خلال الزيارة. بعد ذلك انتقلنا للوحة العشاء الأخير، وهي من تصميم ليوناردو دافنشي، ويصور وجهة نظرة حول ما حدث خلال وجبة العشاء اللي نزلت من السماء لعيسى عليه السلام والحواريين، طبعا من وجهة نظر الإنجيل. وهذه اللوحة بالتأكيد مثيرة للجدل، فهناك من يؤمن بأن ليوناردو دافنشي قام بوضع رسائل خفية في اللوحة تهدم عقيدة المسيحيين الحالية. اللوحة رسمت في عام 1498، وقد لجأ دافنشي بالرسم مباشرة في الجدار، وهو ما يستغربه الكثيرون، فالعادة تستخدم تقنية تسمى بالفريسكو، حتى أن البعض يعتقد أن دافنشي رسم اللوحة ليخفي شيء موجود في الجدار. ولكن المحللون يرون أن السبب هنا لكي تكون لديه حرية أكثر في اختيار الألوان، ولكن هذا تسبب في صعوبة الحفاظ على اللوحة، وكانت أول عملية ترميم هي بعد 20 سنة فقط من رسم اللوحة. كما في كتاب شفرة دافنشي فإن اللوحة تثير كثير من الجدل، فمثلا شخصية يوحنا في الصورة بالتدقيق يرى أنه شخصية أنثى، ويعتقد البعض أن المقصود هنا هي مريم المجدلية، وأن هناك اتصال بين عيسى وبين مريم المجدلية على شكل حرف في اللاتيني، وهو ما يرمز للكأس المقدسة، وأيضا يرمز الرابط المقدس بين الشخصيتين حسب رؤية دافنشي. كما يظهر الحواري بطرس بالقرب من مريم المجدلية بيد كأنه يمسك سكين أو كأنه يهدد بالذبح، كما أن هناك يد ظاهرة في اللوحة لا يفهم أحد معناها وهي تحمل سكين. شهد الجدار المصمم للوحة تدمير رهيب في الحرب العالمية الثانية، فقد كان الجدار جزء من غرفة بها أكثر من اللوحة، ولكن تم ترميم جزء كبير منه، وأنقاذ الجدار الموازي واللي يحتوي على اللوحة صممها فنان آخر. وللحفاظ على هذا الكنز الفني كان يجب أن تكون هناك قوانين صارمة للدخول لقاعة العرض، مثلا لا يجب دخول أكثر من 15 شخص في نفس الوقت، وخلال دخول مجموعة
يجب أن تدخل على أبواب مختلفة وتنتظر في غرفة الانتظار لوقت محدد، وذلك لمنع دخول الرطوبة لغرفة العرض الرئيسية. وخلال الانتظار تجد على الجدران بعض المعلومات وتاريخ المكان، مثلا تجد صورة للتدمير اللي حدث في الحرب العالمية الثانية، كما أنه يمنع بشكل كامل التصوير حتى لا تتأثر الصورة للفلاشات القادمة من الكاميرا. والأخيرا لا تخرج من القاعة من نفس مكان الدخول، وهناك باب خاص بالخروج يوصلك لمحل بيع التذكارات والكتب الخاصة بالمكان. وخلال وجودك للغرفة تجد كرسي خاص بالجلوس، وأمامك 15 دقيقة فقط لرؤية هذه التحفة الفنية. الصراحة ما يميز الزيارة هو الهدوء الواضح من كل من كان في المجموعة والتركيز الشديد على تفاصيل اللوحة. إذا عجبك محتوى القناة دعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك تنبيه عند وضع الحلقة، وممكن تشوفون فيديوهات لمواضيع مختلفة.